رودريجو ما مسك الطابع. يا رب لا يا رب لا يا شباب يا شباب والله حرام. وين الدفاع يا الملكي؟ اقسم بالله حرام يا شباب والله العظيم. 22 دقيقة ما خلونا نمسك الكرة. مين هذا برناردو سيلفا؟ وينك يا كامافينجا؟ وينك يا فيني؟ مين تاو يا عاها؟ ألم يا متخلف يا شباب بالله عليكم تلغوا الجول، بالله عليكم تلغوا الجول وما تحسبوه، لسه ما دخلنا بأجواء المباراة، والله غلط، والله العظيم حرام، أقسم بالله غش. كيف سجلوا؟ يا الله ولكم مش قادرين نمسك الكرة يا جماعة الخير. يا شباب يا اخوان مش الله ليش هالقد بتضغطوا يا اخوان؟ انا بطل انا ما بلعب ومش قادر اتحمل الضغط والرتم اللي قاعدين بتلعبوا فيه. فما حاجة يا الله يا الله. لا يا رب لا يا رب يا رب ما يجي الثاني يا رب ما يجي الثاني يا رب ما يجي الثاني يا شباب. برناردو سيلفا هدفين اقسم بالله حرام والله العظيم اقسم بالله حرام. انا بدي انطم انا مش مستوعب. هاي نتيجة فوتوشوب. صاروا 2-0 يا اخوان اول 36 دقيقة يا شباب. ليش؟ الله اكبر يا شباب. وين ريال مدريد؟ وين الملكي مدريد يا جماعة الخير؟ 2-0 انتوا عارفين شو يعني 2-0 والله حرام يا شباب والله غلط. يا الله يا بنزيما يا شباب شو احكيلكم؟ مشان الله يعني وينكم؟ وين ريال مدريد؟ وين ريال مدريد يا جماعة الخير؟ يا الله ليش والله غلط. 2-0 لا يا شباب. 3-0 يا شباب بالله عليكم لا تحكوها. 3-0 يا الله لا يا رب لا يا جماعة الخير. هاي فما حاجة. هاي دقائقنا اجا فينا جول. يا الله هاي مش يعني دوري ابطال اوروبا. هاي لين الدخلة. شو 3-0 يا جماعة مشان الله. يا رب تسلل. الغي يا سيد الحكم وطالب بالغاء الهدف الان. راح نمر الجار يلعب نمر الجار يا الله يلعب نمر الجار يا شباب اقسم بالله حرام. شو 3-0 يا انشيلوتي وبعدين يا انشيلوتي 3-0. شوفوا اذا كان في وضع تسلل في اللعبه. يا رب لم يلمسها رودريك والحكم يقول هدف. يحتسب الهدف الثالث لمانشستر سيتي. عندنا الوقت لكي ياتي الرابع الذي توقعته. 3-0 لمانشستر سيتي امام ريال مدريد في لقاء العوده من مسابقه دوري ابطال اوروبا. الان وصل لفودان رياض فودان خطير الرابع خوليان الباريز 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 بالاربعه ضربه بالليله بالاربعه المان سيتي يفوز على ريال مدريد. رياض استلم والله عن جد هاي النتيجه صح. فودان مررها لخوليان الباريز الارجنتيني المباراه صحيحه. اقسم بالله كثير والله العظيم حرام. 4-0 كثير يا جماعة والله. هاي إهانة اقسم بالله. هاي إهانة والله العظيم. مش كرة قدم هاي. هذا الملك ريال مدريد ما بيخسر بهيك نتيجة. 4-0 كثير والله العظيم. انه 4-0 حرام يا شباب بالله عليكم. لا احكوا لي انه غلط. انا مش شايف. يا رب فوتوشوب يا رب فوتوشوب. 4-0 يا الله والله كثير. 4 اقسم بالله بتوجع. اقسم بالله 4 كثير يا رب لا يا رب لا. امام ريال مدريد يا لها من مباراة ويا له من سيتي ويا له من ريال تعيس هذه في هذه الامسية. المشكلة ابدا لم تكن في الريال بل كانت في مانشستر. يا الله لا والله غلط يا شباب بالله عليكم. لا الغوهم خلي 1-0 خليهم يفوزوا 1-0. 4-4 بتوجع. هك شعك وين العلك وين العلك يا انشيلوتي. الاربعه مقابل صفر هي نتيجه تاريخيه. لو نرجع للتاريخ لا
الرياض خسر بالأربعة في مسابقة الأبطال في